الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. لوبر باسي إدغام واجب ما نكر ليلة ذاك وقت اللي ولا إدغام واجب دسي كر بإدغام ممتنع كلا شن سورة الرؤى دا أعمل إخرابني وقاور قيام يكيك لو شنه همزة وألف كونيك إدغامي لبين عنيها جعل أعوى قد علم مما سبق عدم الوجوب يعني نواجبك و ولي لوي أها لويني لو بر أو ما نزاني كواجبني أما ليلة أقر بيلينو يعني ممتنع إيش أخبر الواجبني أهلا قرأ جائز به ولي أقر بيجين ممتنع أي تجائز إيشني. ومنها أن يكون الثاني ساكنا لغير الوقف مثلا أقر بو وقف به أو دو مكا ساكن به قينا ولا بو غير وقف ساكن به سواء كان في كلمة لا يكلي دو كلمة بن أو إدغام ممتنع مثلا كو رسول أواني ظليل ظليلتو هذا اللي أدو ومكا ساكن به ولا بل ضمير رفع متحرك عربي لا كلمة توناتو يعني أولا كساكن كيو دغني كي لياكا شنك ساكن بوني دو مكا بو غير وقفة أقول لك تبد يدا أبي لهب وتب أولي وابلي دو مكا ساكن بوه بلان بو وقف قيناك ما نعيد غامك لي أو في كلمتين وكو مثلا رسول الحسن رسول لامي الرسول أقاب لامي الحسن لام دو مكا ساكن وهر ألا يعني أوج لبر وقف ساكن ناكل يا تزيد غامك ناكل ومنها أو دو مورد فزيك كان بيني همزة وألف بخصوص ويك شانوية كدو مكب وغير وقف ساكن كرابي إدغام ممتنعة سيهم أوية دو مكب مكرر إلحاقي بوكو جلببا شايا لو بري شرق سمع لو أنا شكر دوها ولي وتو ما نواجبني يسيجين ممتنعة وسي مورد مورد كي تيجي أوية كإدغام كسر كيشيب ولا التباس أرضة لو سر كيشان ولا التباسا جاري واجب ممتنع جنمه ولا بعد حال أو أكره سبب يقوي بو امتناع. بينجم أوياك اللي بيش هردو كيانا يعني هردو حرف متماثل كا ساكنك صحيح ببي وهما في كلمتين مثلين كان أو متقاربين أن يقع قبلهما ساكنون يعني ساكنك اللي بيش يعني ببي كساكنك صحيح صحيح وهما ساكنك و شمو دغمك في كلمتين لدو كلمة دابن جاء مثلين كانا هل كان مثل بن يا متقاربين بن لوشا إدغام ممتنع فقد ألم تيكي باش حالين بهم لدوائية أتشين وساري جاءت هو ممتنع في الهمزة على الأكثر وفي الأليف كما مر وقرابه الألف هروها كي عند عند سكون الثاني لغير الوقف حالتي كما ساق الدو ما ساكن بو غير وقف في كلمتين او كلمتين لا كلمه كابني على دو كلمه او ظللت والرسول الحسن وشي لي انهم لو ادغموا لوجب التحريك الثاني اگر ادغام كان واجب اشد وما كان متحرك ولا يستقيم واوجد الراس درناي كواتا اگر مثلا ما وادر اكوي فرزني ساقر او تينب وظليل يعني وقف كيل الثاني لو أنا بيت إدغام كدروز به، يعني شو كان لو وقفات وساكن جاء حق خوته هو مجاله وبي أدري، أما أقل لو وقف النبي والساكن كلابه تونات واني متحركي كي، أما أو ممتنع التحريك شاهد أقل جاي وقف قرار قريه رنجة ببيت مجوز يقول، إذ لا يكون قبل ضمير فاعل المتحرك إلا ساكنه، شن قرار ناقريه لبيج ضمير فاعل و كلامير فاعل كمتحرك به ما غير ساكن بس انا ضربته كشتك مش ساكن به والهروها اذا وكو اوش قلت لي انهم لو ادغموا لوجب تحريك ثاني ولا اذ لا يكون قبل ضمير المتحرك ضمير الفاعل المتحرك الا ساكن ولام التعريف لا تحرك للادغام ولام التعريف بخاطر الادغام بحركه اخرى فادغام ممتنع وتميم تدغم في نحو رد يا رجل وأمر
ردودة لا أصلا بلا دواي ويكن بالردو والردو والردي رديت أنا شن لكتابة عسانا كان أخوان دومانا نيازيان يعني بتكرار وأمانانية بس حجازة كان هر إدغامة كان هر فكة كان إدغامنا كان على أردود لا مرارعكا على مثلا لم تردد مثلا ولي أوان إدغامي شكل بجائز جزائي يعني ساكنة كبه حركة أخن أو ساكني شخو عدات جزم ساكني كردوا لبر وقف ساكن نبوة لقل أوجه لبر وقف ساكن نبوة كشي اعتباري سكونك كان سكونك اعتباري ناكن بحركة خن أم جارة أولك ساكنة كان ودغبيك ليك جعل وتميم تدغم في نحو يا تدغم شربية في نحو الرد يا رجل ولم ترد مما وقع السكون في ثاني المثلين عارضا لو شوانانيك السكون لساني لدوهمدو مثلك عارزة قراري قلتوا لأن أصلا لم ترد لم تردد بوا فالسكون الثاني عارض للجزم لما جزمك بيابوا وكيف لا والجازم ليس له مع الفعل حكم الجزئية حربي. يعني شون أو كان نكري لحالك أويك جازم وكلما كبير ليس له مع الفعل حكم الجزئية بو أو نية لقال فعل حكم الجزئية أخذت ما شاك إيساء أو لما كديد لم يضرب سلم الله عفش نبي آخري خوي ساكنك الله ميريش كبير أها ضربت أويش آخري فعلك ساكنك يعني أول ما آخر فعلك ساكن أكا دي أم جارة الله ميري الرفع متحرك شهر آخر فعلك ساكن أكا كواتل لهر كان سكونك عارزية بلان تيك حسابي جزئيتي بوكراوة كأقر أو حسابي جزئيتي بوكراوة أو سكوني ما قبليك هي آخر فعلك يا وق أصلي دان الرياضة شنو أقر واني بيبتا ضرباتو يعني شو حركة واني شو حركة بدوية كاروية بلان بول مثلا اويك بعامل اللي جزم حاصل بول لم تضريب مثلا حكمي جزئيتي نيا لمك وفعلك تعبلي شن ام جزء باشا سكونك ببوني ام وابي باصلي اوتاني لبرأوا اتواني بحركة خير حركة عارضة زور جانب اري باري هو حال وحال والجازم ليس له مع الفعل حكم الجزء حكمي جزئيتي نيا كما كان للتاء وكو حكم جزئيات بوتيها يا في ظليلت وأردديش أولا مجزومك أواكي أردديش كأمرك منزل منزلة المجزوم حكم مجزومها وإن كان عند البصريين مبنيا هرشن أردد كأمر لا بصري كان مبنيا ناكري وق مجزوم حسابي وق ولأنه فرع والدليل كتريش إذا لا بصري كان بالواني أو بمبني حسابي ولا شنك فرعي تردوا أو جوقوا حسابك ولأنه فرع تردو فأجري مجراه يعني وكو أو إجراك ليا ولغة الحجاز في ما الإظهار لغة الحجاز كان إظهار يقولون أردد ولم تردد وممتنع إسال امتناع كان دوش ينيود يكي كان ألف همزبو يكي كان أوبو كدوام ساكن كرابي وسكون كي لبر وقف نبي هرشن آلم إستثنائكي كرد يعني أو سكوني كبعواملي جزم بيعابي أبدا أو إسناب ولا يتميمي كان أين حجازي كان أوان هر الله ينشن أمو سكون بو وقف النية بس كواتا اعتدادي بيغ سكونك نابي إدغامي تياكري وأمجا ممتنعة بيجغلو دوشان عند الإلحاق واللبسي بزينة أخرى لكاتي إلحاقة نابي إدغام كشو وزنك تياكشي ولكاتي التباسة بزينة كيترو بس يسا قردد شن بو إلحاقنا بإدغامك والسرور كجمع سريرة بروزن فعل وق مثلا شون طريق أكريبا طرق دي السرير إشكرابا سرور استأقر إيما الرئة أولاكا حركة كي ليلا وينو دغمك بلن سر كابرا وزن فعل وكذا عند ساكن صحيح قبلهما وهما في كلمتين مثلين كانا أو متقاربين أو مورد آخر كيلي شوارة من مولدة حاربين بدأ بينج بالي بينج من مولدة شنو إلحاقك والتباسك ببنايا كوت وكو مثلا قرم مالك باشا استا قرم مالك دودا نميم لبنايك ولما قبلي مما أولك ساكن شو صحيح يعني عند وكذا عند ساكن صحيح
قبلهما وهما أخت دو مثل كش مثلا دو دان بما كان دو كلمة دان جاي سهل كانوا مثل كان أو متقاربين حاربين أمس قرم مالك يعني آل رشا إدغام ممتنعة مثلا تو هاتايتي حركي ميما أولاكو بداية باريكا قرمو أبو با قرم قرم مالك قرم مالك ومن بعد ظلمه آشا مثلا من بعد ظلمه شو شي معنى لها دال وضامن هي قال متقاربين باشا ساق دالك اولا كي بالضاد دغمك ليك مثلا ليوات شي هي لدو كلمه دال مثلا قاعدا حركي دالك كسري بيدي ببعك بعينك بلا من بعض ظلمه بوشي جاء وش دروزنيه قال لي انه لو ادغم من غير نقل الحركه أجر إدغام كين وحركة نقل كين نقلنا كين بما قبل لازم التقاء ساكن على غير وجه المغتفر التقاء ساكنين اللي لازم ده نقل سر أوجه هيك مغتفرة باشا مثلا يسا حركة دالك فردة دغمي كالضاء كبك بضاء باشا دي خو التقاء ساكن يعني عينك كساكن قل دالك التقاء ساكن بيو مغتفر جنية شن برين دودانا هين أولا كان شي بيع داي دو ما كان مدغم بيو او راكم مد بيالي بامواني شن بويا كان يوتي عند ساكن صحيح قبلهما نك ساكن يوت بالي ومع النقلي واجل نقلك اش كان لازم تغيير بنيه الكلمه يعني بنيه كلمه كعوز فان كان قبلهما ساكن هو مد ولي اجل في شان ساكن ولا ساكن كمد وجاز الادغام مسوك حميم ملك باشا حميم ملك أو درست وأجاز الفراء الإدغام دغمك وإن لم يكن الساكن مدا يعني تنا أو على أجر ساكنك مد جنبي هر درست دغمك وحمل بل وحمل قول القراء في مثله على الإخفاء فراء نعم قراء به وحمل قول القراء في مثله على الإخفاء ها؟ لا على الإدغام الحقيقي جمعا بين المذهبين إذ الإخفاء قريب من الإدغام يعني مثلا أجاز الفراء الإدغام تلمك حمل قول الفراء دباشا وأجاز الفراء الإدغام كإجازة داوة أها يعني كواتش فراء براسك ويتدرسها يعني كاك يعني كأنما فراوتي إخفائي يا درست حالبي وحمل قول فراي في مثلي على إخفاء لا على الإدغام الحقيقي جمعا بين المذهبين بوأي كوابلا إن كاك هردو لا يم بيان ويا إدغام ممتنع لو شو أنا حالبي آه ولد يارا أوي كلمتنا كهاد بو امتناع إدغامك أوي كما قبلك وكوتمان حرف صحيح ساكن ولي أمل يرى حرف مد ساكن أو حميم نابل يرى إدغام ممتنع به ميمي أولا تواليد أغم كيلا ميمي دوام دا حميم بغي حميم ملك حميم حميم ملك أشياء نغم ملك بدو بدو بمكة حميم ملك يعني أولا حرف مد دوامك مشددة يترى دوامك مدغمة بارا مثلا برين إخفائك يا أكري أم جاء موارد إدغام جائزة يعني أشانك إدغامك يا جائزة وإذا عرفت المواضع التي يجب الإدغام والمواضع التي يمتنع الإدغام فيها فاعلم أن الإدغام جائز فيما سوى ذلك شاكي أنا كأوش بالحال لا أمر مجزوم أنا أجاء إدغامي متقاربين مخارج حروف باسك شن باسي تقاربك مثلا حرفانك ليكون نزيكن وقت وهي لا مخرجه ليكون نزيكن وقت وهي لا للصفة والإنجليزية عليه المتقاربان ونعني بهما ما تقاربا في المخرج أو في صفة يعني منظوري أما متقاربان أويك دو حرف كتقارب يعني المخرج داب به يا تقارب يعني الصفة داب به كش صفته كتقوم مقامه كالجي مخرج دانيشي يعني جي مخرج بقريته كالجهر والهمس وغيرهما حالبي وكو جهر همس غير أوانيش بعض هوايش
في صفة أو فاعل صفة وتاهين تقوم مقامه لبيه كش دابو مخرج بشيته يعني صفة كلا زي مخرج ده يعني شيء صفة مقام مخرج أها هل واش نسيوا لا فلم يكن ولما فرغ من غالب زي شرع في غالب متقاربين المراد من متقاربين متقاربين في المخرج بالصفة شو صفة يا القائمة مقامه كالجهر والهمس وغيره ومخرج الحرف هو المكان الذي ينشأ منه ومعرفة ذلك كما نقل عن خليلي أن تسكنه وتدخل عليه همزة الوصل وتنظر أين ينتهي صوته فحيث انتهى فثم مخرج وذلك كما تقول وجملة المخارج مخارج بلا وهرب إلا جاي مخرج جاي مخرج بقريته لا تقارب لصفته وكو جهر وهمس غير أوانيش جاء امرأة فرمي ومخارج الحروف 16 تقريبا أو حلية القرآن كتاب حفدة مخرج أما علي شانزية وإلا يفرض الأمر تقريبا باشا يعني أجر أمرك بتقريبي دانا ري فلكل من الحروف مخرج حالبي يعني أجر أمرك نيجين تقريبية أشياء بلاي بو هرشي حرفك بس تو بيسوهاش حرفون يعني بيسوهاش مخرجي هي حرفك ففي الحقيقة بس الحقيقة دا في الحقيقة يعني لحقتها أو لي مخرجها فإن اختناني حقيقتك برامبري فرزك يعني أجر إيه ما مثلا بفرز بيجرين يعني بتقريبي وبتفرزي شانزي ولا بتحقيقي بيجرا هربع النازي هم حرف كان مخرجها فإن اختلاف المخارج وآلات التقطيع يعني أماك اختلاف مخارج أبيو واختلاف آلات تقطيع أبيه أو هو الموجب لاختلاف الهيئات القائمة بالأصوات أو بواجب جيرة بو أو هيئات أو هيئاتيك بأصواتك وقيامنا بقوردرين باشا مثلا جهر خويك علن صوت بدنجي برز دنج برزيك هيئاتيك كلا صوتك وبليكاوة يا همسك خوي صوتك لأصوات كأو صوت لأصوات شي مثلا هواشيكي خلافي جهرك دنج برز دنج نزمي بيوا تشاس بيوا أما خرابنيك ليرا أمانش بس الشيخ محمد تقي أديب نشابوري لمنظومي خويا بفارسي ناوي ناوي مجمع راس ومنبع نياز علي بهر عزوي كدر شخص تو بيداست غرائب خاني جيتي هو غرائب خاني جيتي هو يداست مثلا يما زور بكم يقول مرام تو دياني تو تشيناك محشر دروسك أو ليوا أو دماء نهادي ديدي تو بنبداني است بنبداني است ماشا كأن دروي فرومان دا جهاني است وتاني فرومان دا جهاني است زباني تو كرقاس دهان است فلك در رقص او بهو شجان است جوان شنن در چرخ شاید گاه گاه گفتار كحيران گرده دزوي چرخ دوار يو چرخ كخول اخوا بنوعي درسي هشتو چار خانه باشا برقص آيات كجن خانه ترانه بنوعي لسي هشتا بيتا بيسو شوار سي هشتو شار شوار بيسو خانه برق سايد كجان خانه تران جان يان تران آخر والحاصل من ضرب الثلاثة في الثمانية 24 وبزيادة الأربع على الأربع والعشرين يحصل الثمانية والعشرون فيحصل لكل حرف مخرج على حدة مخرجك على حدة ويستفاد من هذا أن عدد حروف المعجم 28 كما هو اختلافي الواقال بسنون كما هو الرأي أبي العباس المبرد وسيأتي وهي على اختلاف جهاتها تكون من ثلاث جهات لقالوا اختلاف جهاتها لسيا جهات أو بسهج مخرجة حلق ولسان وشفتان قال الرضي أو يكاك لسر مخرجك حياتي الرضي وتيسي لأن الصوت الساذج الذي هو محل حروفي باشا والحروف هيئة عارضة له غير مخالف معلوه بعرا في الحقيقة يعني أو صوت سادة يعني صوت كهشتا حرفكيت يا ونشوة كام صوت سادة أو صوت سادة كمحل حرفكان بوجع صوت محل حرف بله والحروف هيئة عارضة له يعني حرفكان هيئتك كعارز ابن بو صوتك دينس صوتك حالبي كواتا لي واشتيك مركب الدس أكوية لصوت ولا حرف أما أول جعل أو صوت أقل ومسعى على نزري قريب سادة
باشا بعزيكي مخالفي بعزيكي نية لحقيقة يعني شو وقيا قوال بل إنما تختلف بالجهارة واللين والغلظ والرقة بلكو أو جاوازك أبو بها بالجهارة يعني حرفك جهري بيوايا بعزيك ليني بيوايا بعزيك غلظ خسي بيوايا رقي بيوايا مثلا تركي ولا أثر لمثلها في اختلاف الحروف ولا أثرك بو أم جهارة ولين وغلظ ورقية لاختلاف الحروف هانية بو لأن الحرف الواحد قد يكون مجهورا وخفيا يق حرف جاري وهم مجهورا وخفيا به فإذا كان ساذج الصوت الذي هو مادة الحرف ليس بأنواع مختلفة وقتك سوف صوت سادك كما دي حرف كان متنوع نوع فلولا اختلاف أوضاع آلة الحروف وأعني بآلتها مواضع تكونها في اللسان والحلق والسن والنطق والشفة وهي المستفات من المخارج لم تختلف الحروف إذ لا شيء هناك يمكن اختلاف الحروف بسببه إلا مادتها وآلتها يجي بس أواك يجي وقتك هيج أسرق بومثل أوانا نبي لإختلاف حروفها يعني بومثل أو جهار أو لين وغلز وأمانة لبرشي أسريانية بو أسريانية شن يقدان حرف مجهوريج أبي وخفيج أبي جاء فإذا وقتك استوت صادك كما دي حرفك يا أخا أو ماديتي أو صورتيتي حرفك وقتك أو ليس بأنواع ثلاثة بأنواع مختلفة متنوع نبي دي بو اختلاف أوزاع آلتك آلة حروفك منظور بآلتك شيء أو شوانانيك حرفكاني تيادلو سبن لزمان ولا حلق ولا سناو لن يطعى نطعى وسر وجريم الله شوية باشا والشفة وليه وأمانة وهي المسمات بين مخارج كمخارج بيالي باشا لو أقر وقتك أو صوت سادك اختلافي لنبوة باشا كواني ليس بأنواع مختلفتين باشا وكبري فلولا لم تختلف الحروف أي بوانا بحرف كان يجي اختلافي النبي إذ لا شيء هناك يمكن اختلاف الحروف بسببه إلا مادتها وآلتها شنك اللي رهيش تقدزناك اختلاف حروف في بيابين مقر مادة وآلتك ويمكن أقريب الله أن يقال إن اختلافها اختلاف حروف قد يحصل مع اتحاد المخرج يعني وقت بقى بس دو حروفك مخرج يعني هيا بلا اختلاف يعني حرف كان ما يكون بشي بسبب اختلاف وضع الآلة بسبب اختلاف داناني آلتك أو آلتيك حرفك أبزويني لشي من شدة الاعتماد يعني زور تن تكياك تسرجيكك يا سهولة اعتماد غير أوان فلا يلزم أن يكون لكل حرف مخرج انتهى بحروفه بار جائس كاني فإن اختلاف المخارج وآلات التقطيع هي هو الموجب لاختلاف الهيئات القائمة بالأصوات أو أبيت باعز بواجب جيربو أو هيئاتك قائمة بأصواتك جاء هيئاتي قائمة بأصواتك حرف كان اختلاف اللي بيابي فالهمزة والهاء والألف من أقصى الحلق يعني أمس يعني لأقصى حلقة ودين هرجن أو حرفها هي مثلا بألف ألين حرفي هاوي لأنه دمها بالي أبتا أقل هاوي يا جوفي بي يعني تكيناك تسر شوينك جاء ما أريه حروف حلق حوتن وكسيبه ويتسريح بها كدوة مخارجي أو لناو حلقة كانية حلقة كيكشوانا خوي أبي بسيه مخرج أقصى الحلق كمخرجي همزو هي وألفة وسط الحلق كمخرجي عين حيه أدنى الحلق كآلي وال البتاية ما قال ألف حساونا كين حروف حلق ششن جعلي أبعدها عن الفمي الهمزة يعني لناو أم همزو هي وألفة دوترينيان لدمو همزية ثم الهاء أمجاها ثم الألف أمر ألف وعند بعضهم الهمزة ثم الألف ثم الهاء يعني حتى ألف خانة بيش هيو وقد يقال الألف والهاء مخرج ما واحد يعني همزة لبيش أوانوية وللعين والحاء المهملة وسطه يعني وسط حلق على الترتيب يعني أول عين دواي حي وللغين والخاء أدنى وكذلك يجب ترتيب جاوه أدنى حلقها وهذه الحروف السبعة حلقية باقيش يعني حروف حلقة وللقافي بوقافج أقصى اللسان وما فوقه لا يسري زمان وما فوق ما فوق بوهين
بو بشت بو أري ولا يسره حركي على أري أري ولا حركي على وللكافي منهما أي من أقصى لسان وما فوقه ما يليهما يعني أوي كنختيك بلا أقصى اللسان وما فوق اللسان بلام ما فوق أقصى اللسان بلام لكي وبيو دورني لوي ما يليهما أمجا وللجيم والشين المعجمة والياء المنقوطة بنقطتين دارد نقطة من تحت لأخوانا وسط اللسان باشا وسط اللسان وما فوقه من الحنكي وسط زمان أويك لسروي حنك وقرار ما فوق وسط اللسان لحنك أويك وللضاد المعجمة أول إحدى حافيتيه يعني يكيك لدولا شعنك دالي. مثلا الض آوى بخد حافيني أو لا الحافة الجانب آوى واللساني لسان حافتاني دو حافيها من أصله يعني لبيخ زمانك وتا أقاد سر زمانك كحافتي الوادي وكو أمبرو بريشي ويريد بأول الحافة ما يلي أصل لساني أول حافة وإلا ريشي زمانك ودس بيك آخر كيش ما يلي الرأس ولا يسركي والحافة حافة بتخفيف الفائي كواتا حافنية يما يشتبه حافتيه أي جانبيه وما يليهما من الأضراس أول الضاد المعجم أول إحدى حافيتيه أول حافيتيه وما يليهما وأويك ديتا لا يدو حافيك ولا خريكان لو ديانانيك دياني آسياوي باش ولو وإخراجها أما واقع يعني بلاي راسي جتواني أدايكي ولو وإخراجها من الجانب الأيسري أكثر أما أقر دربري كيبا لا يتشب أو زياتر بس كواتا زمين شو أننا زالم لا قارئة معمول رواية أخواننا وأرين أي كان بدالي مفخم مثلا والضحى دي والضحى نوكي زمان هاتا بوجه كي دالة فقط وتفخيم يكي أما أويك أيضا أشياء أوا مثلا أوا مثلا والضحى 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 يعني نام الدالي مفخم والضحى والليل إذا سجى يعني غير المغضوب ولا الضالين مثلا أو بوشي وأدا بكري اتفاقا من لم شوينيك داني اشتبوين لما رما مستايك كتابك بالكتاب خانقان دانا تجويد بو تجويدي قديمي بو تجويدك كلا رخنبو لا علماء مصر لقراء أويك أي كان بدالي مفخم باشا لأصل أداك أعوايا وكو إما بولاش الله بلا راس أداكري ولي من خم عادة مكردا بلا راس نازان بلي وليس تازي واليات وأني كي بدالي مفخم إرادة اللي أقول أقسام الأسنان وأسماؤها يعني هو ديانا كان من بحصا وقال ناوى كان واعلم أن الأسنان يعني ديانا على أربعة أقسام شو القسمية هي ثنايا جمع ثنية وهي الأسنان المتقدمة أو ديانا ولا برون شوارن إثنتان فوق واثنتان أسفل دواني الأسنان دواني الأخوار الواحدة ومفردة ثنايا جمع واحدة كي ثنية أما والرباعيات دسيت الرباعيات أو جهر دوان لسرو دوان لخوارة منتا أو دو ثنايا يعني لسرو يكي كان كوتا أم لا ثنايا كان كان كوتا مثلا دو رباعية كي سرو جوتا ثنايا كهالة بنيانا لخوارة شو هالواسع بفتح الراء وتخفيف الياء وهي الأربع خلفها يعني أو شوارا كذا كون بشتي ثنايا وهذه مع الثنايا وهذه مع الثنايا للقطع يعني أم شوارا لقل ثنايا بو تشرين يأتي كنان قوش مشتري دمتو بيشرين باشا وأنياب بريك يتري أنياب قسم سين وهي أربع أخرى يتر أم دوانا هذه كشوارا كتبين دو رباعي كو دو دان الثنايا كشوارا أم أكويت مثلا لا يكن لنا بكان دوانا كان لا يشبه كان لا يراسه لا خوارج ولا سر أو شوارج أكون أوانا حالبي
ويلو أنياب وهي أربع أخرى خلف الرباعيات أمان بوشالي الكسري بوش كعندني خوارنكايا والبواقي وهي عشرون في الأغلب أغلب وهي عشرون يعني بيزدالا أضراس أضراس بور كردنا فمنها لا أضراس كان يبرا كان الضواحك يعني لكات بيكنين أدلكم كان الضواحك هي أربعة من الجانبين لهرد ولاوة شوارن جاء بالي ثم الطواحين فعشان طواحين طواحين شان يكن وراء اثنتا عشرة من الجانبين يعني دوازد دانا لهرد ولاوة أملا بوسرو أملا سيو أو لاسي خوارشو أملا سيو أو لاسي شجل خوارو شجل سر ولأوي أربعي من الجانبين ودول سر ودول خوار والله واحكك أما تارى شانزين ثم النواجذ نواجذ من كل جانبين ثنتاني يعني عقل واحدة من فوق وأخرى من تحت لهر جانب لأمي شوارو توابوتر من كل جانب ثنتاني لم لا دوان ولو لا دوان بل واحدة لسر واحدة لخوارو يعني مثلا لا راسو دودا نجيروبان لم لا شدو جدودا نجيروبان ودائما بوا شوارو بوا بيسكا وربما عديمة النواجذ منها يا عديمة النواجذ منها زور جاري وهي مثلا نواجذ كي لقلني نين نيتي كابلا نيتي في بعض الناس اللي بعد خلقها فيكون عدد أسنانه 28 وقت النواجذ نبيه ديانة كاني بسهشتا باشا وللام ما دون طرف اللسان إلى منتهاه مخرج بولام ما دون طرف زمان ال يعني الأعوانية أما الزمانة ما دون يعني الترفكي أعنوكي باشا ولي رأس اللسان ولي كبك باشاوي باشاوي إلى منتهى تا أقاتا بالي الأعوان يعني أقاتا منتفى ما دونك نق منتهى زمانك وما فوق ذلك ما فوق هو لا ملاشو وللرائي منهما هل أدوانيا حالبي وباشا وللرائي منهما وبالراء لو دوانا يعني لو وللنون منهما ما يليهما بعد الرائي أها أول أمجال وللرائي منهما بوال منهما باشا لو ترى في اللسان ولا منتهاكي بورا أر أوي هي وللنون منهما ما يليهما بعد الرائي باشا أواش ما يليهما يكبوها وللرائي منهما يعني بوريش هيا منهما لو دوشينا مخرجك لو دوشينا ويتوش هرع عبارة قوايا بزال ما أمتشون اللي أكرده مثلا ملاجود فرق لساني مثلا شون ملاجود ما يليه ما بعد الرأي ما يليه دوار الرأي نعم مخرجك دوار الرأي كشو أن هذا تشنيك كشيته أولا لي أل زود يتبرو أولا لي أر ودار الرأي كعجولة نا ساكن ناولي وناوسي دوار الرأي أن أمرأي بيت دواتلو وللطائي والدالي مهملتين والتائي المنقوطة دون نقطة بنقطتين من فوق طرف اللسان طرف اللسان هي وأصول الثنايا يعني ريشي ديانكاني ثنايا مثلا أط أها أط أم بودان أد باشا أم رابط هيك أد أوا أوايك ترفي لسانه ترفي لاك ترفي لسانه شو ترفي ثنايا وللفاء باطن الشفة السفلى يعني أف يعني ناووي ليو ناو الرأس ليو خوار وكت وترف الثنايا العليا يعني الفاء باطن الشفة السفلى وهل وهو ترف الثنايا العليا ترف ها اف 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 اويلك ها اوت تمشك نوكي زماني سر اف يعني وين ديانك دوك بشق ليه خارو تاب روينا وهايا صح داخلي وللباء والميم والواو ما بين الشفتين بين دوليوك ومن هذا الشكل يسهل تصور ما ذكرناه أعم شكرك يا شايتي لنا هو تريد أن يمتلع عليك ما مشي من جهش هذه وللصاد والزاي والسين وللشواء وللنين بدواي
آه راسك. بلا بلا ولي ضاي والذالي والثائي. سيني شيوت. ولي الصادي والزاي والسيني. آه راسك دول ما بجي الله وهل. ولي الصادي والزاي والسيني طرف اللساني والثنايا. خذي ثنايا أنفسها مثلا علي أص. أو الثنايا بلا. أص بلا بو خوارو يا. أم جاري أز. مثلا أس أو. أم جا ولي الضائي والذالي والثائي المنقوطة بثلاثين سينقطيها بها طرف اللسان وطرف الثنايا ما سألنا الله أظ ثنايا عليا يعني أذ أث وللفائي باطن شفة السفلى وكأورا جثمان وطرف الثنايا العليا وللبائي والميم والواي ما بين الشفتين ومن هذا الشكل يسهل تصور ما ذكرناه الله يمشكلا ما أخوذ من السكاكي في القسم الأول من كتاب المفتاح أمانة لو يخرج فني متلاعيك، فهذه مخارج الحروف الأصولي، يعني مخارج حرف كالم، مخارج الحروف، شو مخارج الأصول يعني بنزل ما أصولك كيف صفة مخارجك، ويتعرف ذلك حق التعريف إذا وقفت عليها، يعني جوان شناسايب أو بحق شناسايبون زمانك وقف لسريب كي نسوي كلمات. ما سواك بق لسقع فكيت خوي مخرج غير معلومة به أمجر مخارج الحروف المتفرعة بابي بس الله ما وفقه بشكل